مرحبا، أنا اسمي قتيبة القناطري، عمري 21 سنة، صار لي سنة ونص بألمانيا. من 4 شهور أنا عم بعيش بمدينتين، فرايبورغ وهايدلبرغ، لأنه أجتني منحة مشان كمل تعاليم اللغة الألمانية بهايدلبرغ. وبما أنه اليوم الجمعة، فأنا بالعادة برجع على فرايبورغ. راح أخذكم برحلة من طريقي، راح أشوفكم الغرف اللي أنا عايش فيها وبعض لحظات من حياتي. طبعا انا من سوريا، من مدينتين ادلب ودير الزور. بابا من ادلب وماما من دير الزور، فبحكي لهجتين وعشت كمان بالشام، فمشان هيك لهجتي كمان شوي ضعفت او بهتت، او فيني اقول بحكي ادلب واحكي ديري بحال زين. وقربانكم هلا بالعاده انا باخذ البسكيت على المدرسه، بس اليوم بما انه مسافر بسبب عقليتي الامنيه الفزه، انه لا ما باخذ البسكيت وبخليه بمحطه القطار بجوز ينسرق. نشوف، والله تاخرت كثير. يلا بشوفكم يا شباب. هاي تقريبا رح وصل على المدرسه، هذا مبنى المدرسة تبعي. متأخر، صار لي نص ساعة فلازم روح. هلا أنا بالطريق على مدينتي الثانية. غريبة حالة الارتباط بالمدن كيف تغيرت عندي، كيف صارت المسافات أسهل بكتير. هلا على الطريق صرت عم بدرس، عم اسمع موسيقى وكمان عم نام. بس الأجمل هو الطبيعة اللي عم بسرح فيها واللي عم فكر بكتير شغلات. السنة الماضية بهاي السنة اللي عشت فيها صار في عندي أصدقاء من كل أنحاء العالم، بمختلف العقليات، بمختلف الأفكار والأديان. وهذا الشيء كتير كتير أثر علي بالسنة الماضية، يمكن من أكثر بكتير من سنين أنا عشتها بسوريا أو عشتها بمصر. أنا بيتي حرفياً بعيد عني هلأ 20 متر، بس بيني وبينه هلأ الإشارة المرور بألمانيا شيء مقدس، يعني ما في منه مهرب. هلأ يمكن الشيء الوحيد اللي ما تغير علينا هو الليل، من الوقت ما طلعنا الليل فرحته وسهراتنا والأيام الحلوة. يعني هلا للأسف صار أكثر منه محزن بالشغلات